السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الله يبارك فيك. الله يسعد صباحك سيدي احمد. الله اليك. بارك الله فيك سيدي الكريم. دوك الناس معاك كلهم الحمد لله سيدي. الله يسلمك. الله يبارك بارك الله فيك. انتم بخير فاس لاباس عليها؟ كل شيء لاباس الله يبارك. الحمد لله سيدي الحمد لله. عندكم شويه الحراره؟ والحر الحمد لله. كاينه الحراره في فاس؟ الحمد لله ما شاء الله. هذه وقيتها فعلا فعلا تماما. هذه وقيتها. الله يجزيك بخير. يا سيدي مرحبا. واحد السؤال. هذا النوافل واش في عون وتر واش كيتصلى قدام الاذان ولا خمور الاذان؟ واضح. نعم. وحتى سميتو كاين ود كيصلي حتى حتى كيود الفجر عاد كيصلي شي ركعات وعاد كيصلي داك الشفع والوتر كيكون الفقيصه على الاذان. نعم نعم. واحد سيد عاود صلى صلى غير الصاد وصلى غير بالسروال وما عنده القميص جالا. قلت له ودي راه خصك دير شي قميص جالا على 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 كتفك. صلى غير هكا قال لك ودي الله يقبل منا وصافي. والله يجزيك بخير هذا الشيء اللي كاين. الله يجزيك بخير. بارك الله فيك سيدي. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا سيدي البركه على هذا التواصل ديالك. هو شوف هذه الكلمه ديال الله يقبل منا راه ما يمكنش الانسان يدير اي حاجه هكذا عبثا يقول الله يقبل منا. إلا بغيتي الله تعالى يقبل منك خاص ضروري تكون الصلاة صحيحة. الفقهاء تكلموا على الصلاة وقالوا لابد أن تتوفر فيها شروط لكي تصح. لابد من شروط صحة. لما تتكون الصلاة متوفرة فيها شروط ديال الصحة فهذه الحالة هذه تنقلوا يا ربي تقبل منا. ولكن إذا كان العمل يعني فيه يعني خلال ما يمكنش تأتي به فيه خلل تقول يا ربي تقبل منا. ما يمكنش. هذا ماشي أدب مع الله سبحانه وتعالى. فعلى كل يعني بالنسبة للصلاة أن يصلي الرجل في سروال دون أن يلقي على عاتقيه شيء فهذا الأمر في مذهبنا لا ينبغي وهو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا يعني شوف الله عز وجل في البركة يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنسان يعني لما يعرف يعني بأنه غادي يلقى الله سبحانه وتعالى وغادي يوقف أمام الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يستقبل هذا المصلي يستقبل هذا المصلي يعني وهذه الأمور كلها اللي كتعلق بالصلاة أكيد أنه في هذه الحالة هذه خصوية يعني يأخذ يعني ماشي فقط يستر العورة وإنما يعني مش فقط يأتي باللباس يعني أقل أدنى درجة لباس وإنما يتزين لأنه سوف يلقى الله تعالى يتزين للقاء الله. هذا هو الأصل سيد الكريم. بالنسبة للنوافل بالنسبة يعني للشفع والوتر أو نقول الوتر عموما ما كيتصلاش قبل من الأذان ديال العشاء وما كيتصلاش قبل من صلاة العشاء. خاص ضروري يكون الأذان وكذلك صلاة العشاء يعني بعد الصلاة. وهذا هو مذهب فقهائنا المالكية. نعم هناك من الفقهاء الشافعية من لا يرى ذلك يرى أنه يجوز أن يقع الوتر يعني قبل يعني صلاة العشاء ومنهم من يرى جواز وقوع الوتر متى دخل الليل يعني ابتداء من المغرب. ولكن في مذهبنا المالكي يعني يرون بأن الوتر هذا لا يصلى إلا بعد الأذان وبعد الصلاة صلاة العشاء بعدها يقع الوتر يعني اللي هو الشفع الوتر يعني الشفع كنقصد به جوج ربعة ستة ثمانية عشرة 12 14 والوتر هي هذيك الركعة الأخرى اللي كتوتر بها. نعم ف طبعا يعني دليلهم تقريبا كلهم استندوا إلى حديث معروف ديال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما تكلم عن صلاة الوتر و استفاد الفقهاء المالكية بأنها يعني لابد لها من شرطين. أولا أن يكون بعد الأذان ثانيا أن يكون بعد صلاة العشاء. وهذا كجرنا الحديث على الوتر في الأيام التي يكون فيها مثلا المطار أو الوحل في الطريق
ويرى الإمام بأنه يعني يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فيصلي تكون الشتاء وكيدخل الناس كيصليوا المغرب وكيعاودوا يصليوا مراها العشاء، وكيسولنا الناس تيقولنا واش نصليوا مورا العشاء نصليوا هذاك الشفع الوتر، علما اننا صلينا العشاء في وقت المغرب باقي ما دخلش وقت العشاء، ولا نخليوه حتى يأذن الاذان ديال العشاء ونصليوا ديك الساعه يعني الوتر، تنقلوا لهم خليوه حتى يأذن الاذان ديال العشاء عاد ديك الساعه صليوا الوتر، والله تعالى اعلم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.